السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين المشاهدين الأعزاء لقناتكم إبراهيم للعقارات الكنس. اليوم تنقترح عليكم عقار من الفئة المتوسطة اللي تتواجد في منزل اللي تتكون من سفلي وثلاثة نتاع الطوابق، كل طابق فيه جوج نتاع الشقق. العقار نتاع اليوم همزة، وفي نفس الوقت غادي يكون صدمة لمجموعة نتاع الناس اللي اقتنوا العقار نتاعهم من قبل. اليوم تنتكلمو على عقار نتاع ثلاثة نتاع الغرف، كما لاحظنا دخلنا مطبخ بيان ايكيبي. للتذكير ان هاد الفران هذا راه متيكونش راكب. بالنسبة للباقي نتاع الشقق، هادي شقة اللي تبات اللي تيحاولوا ان الحريفية انهم يفكوا هاد الشقة هادي باش هادي تسكن في اقرب وقت، وحنا اغتنمنا في نفس الوقت الفرصة باش نوريكم نموذج نتاع الشقة اللي قربت تسلم. الغرفة رقم واحد بالباركون نتاعها بالبلاكار نتاعها، الباركون هو هذا كبير. عندنا بلاكار كوليس، وهذه لها الغرفة رقم جوج تاعي تبارك الله، المساحة اللي هي كبيرة. بالنسبة للناس اللي تشاهدوا الفيديو أول مرة يدخلوا القناة تاعنا، يدعموا هذه القناة هذه بلي كومونتير للتشجيع للمجهودات اللي تنقوموا بها. ما تغفلوش علينا بالدعوات نتاعكم باش نستمروا في المزيد إن شاء الله. نتمنى الآن نكونوا الوصف عطينا مزيان. صورنا المطبخ، الغرفة رقم واحد، الغرفة رقم جوج. بالنسبة للناس اللي تيهمهم الثمن، فالثمن جد مغري وجد مشجع. ثلاثة نتاع الغرف وصالون تبارك الله بهذه المساحة هذه فقط ابتداء من 35 مليون. مازال متوفرين فقط بعض الشقق كما تنشوفوا، أن مازال في الأشغال مجموعة نتاع الشقق اللي هما تباعو، وفي منزل فقط اللي تتكون من سفلي وثلاثة نتاع الطوابق، كل طبق فيه جوج نتاع الشقق. مجموع نتاع الشقق نتاع 8 نتاع الناس كما ذكرت، مازال متوفرين فقط بعض الشقق. بالنسبة للناس اللي بغات تتكل على الله، فهمزة العقار نتاع اليوم في حي مرجان. الناس اللي فايت ليهم انهم اقتنوا عقار في الحي نتاع مرجان، راه جوج نتاع الغرف في هاد المنازل نتاع اير بلس 3، الثمن نتاعهم 36 38 مليون. كما تنقولوا اللي بغى يتاكل من المعلومات اللي عطيت، ممكن انه ياخذ واحد الجوله في هاد المنطقه هذه ويكتشف الاثمنه نتاع الشقق اللي كاين. هذه الغرفه اللي ذكرت لكم، الغرفه رقم 3، شي تبارك الله مساحة كبيرة. الصباغة غادي تكون كاملة بلاتينيوم. بالنسبة للغرف وسط الدار والصالون، وعندنا الحمام ومرحاض معزولين. الحمام عندنا هو هذا، الطواليت هزلكم هذي. اذا تقريبا وصلنا للنهايه نتاع الفيديو. اي واحد عنده اي عقار باغي يعرضه للبيع، ممكن ان شاء الله اننا نقوم بالمساعده نتاعو. وبالنسبه للناس اللي تيكتبوا في لي كومونتير ان الاثمنه مرتفعه، ممكن هما يرشدونا الى تيعرفوا شي مقاول اللي تيحط اثمنه اقل من هذه، ممكن ان شاء الله حتى حنا نشتغلوا معاه. الا ان السوق تيقول كلام اخر، ثمن نتاع ثلاثه نتاع الغرف في المنطقة نتاع مرجان من غير الطوابق الأرضية تلقاو الأثمنة من 42 مليون للفوق. فلهذا قلت لكم أن العقار نتاع اليوم راه ميزة، والدليل على هذا أن مجموعة نتاع الشقق اللي تباعو ومازال الشقق في الإصلاح نتاعهم. يلا وصلنا للنهاية نتاع الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى شقة أخرى وعرض آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.